اهلا بكم في حلقه جديده. النهارده هنحلل شخصيه المهندس توفيق ابو حلاوه اللي هو صاحب قناه الريشه اللي بيعلم الناس منها ازاي تفتح قناه على اليوتيوب وازاي تحقق الربح من على اليوتيوب. وهو بالنسبه لي انا متابعه من اكتر من 3 سنوات تقريبا، اكتر ممكن يكون 4 سنوات من يوم ما فتحت القناه وحاولت ان انا اشتغل ربح على اليوتيوب. فانا ممكن اقول لكم ان هو المنقذ بتاعي. يعني ايه المنقذ بتاعي؟ يعني اي مشاكل في القناه بدخل على طول اعمل بحث عنه عن مشكله معينه فبلاقي منزل حلقة عنها، ففي اي وقت في اي وقت تلاقي مشكلة في القناة هتلاقي حلها عنده. انا مش بقول ان هو الافضل، لكن بقول ان انا بعرف افهم منه كويس، فهو بالنسبة لي المنقذ في قناتي. وبسيب لكم رابط قناته في اول تعليق، وبسيب لكم رابط قناته تاني في صندوق الوصف. اللي حابب يعمل قناة على اليوتيوب وازاي يعرف اساسيات بداية اليوتيوب وكل حاجة، فهو بيقدم لنا شرح فوق الممتاز ازاي ان انت تعمل قناة على اليوتيوب. النهارده هنحلل شخصيته تحليل يا جماعة بناء عن علم الفراسة. وعلم الفراسة هو بنعرف الشخص بفكر في ايه من ملامح الوجه. يعني هنحلل الوجه بتاع المهندس توفيق دلوقتي. هنا كده لما نيجي نبدأ التحليل لازم نصنف الوش الاول او نشوف اي طريقة هنحلل بيها. يعني احنا مثلا هنشوف هنا نحلل بأنهي طريقة في الوش. بنحلل هنا الوش ده هيتحلل بالطريقة اللي هي شكل الوجه هنا قريب من مربع، لكن احنا مش هنشغل دماغنا خالص بشكل الوجه، لكن هنحلل الوجه من جوه. من جوه بيبقى معانا تحليل تفصيلي. طيب في البداية هنقول ان الشخص ده عنده ايه؟ ان المهندس توفيق عنده قواعد ثابتة في حياته ان هو ماشي عليها. يعني ايه؟ عامل قوانين لنفسه، يعني قوانينه هو بيمشي عليها، وده سر نجاحه. يعني كل الناس اللي بتحط قوانين لنفسها بتنجح، وده بنعرفه منين؟ من خط الابتسام. كل ما كان عميق من المكان ده كده فالشخص ده بيبقى حاطط قوانين لنفسه. كمان برضو في الوقت نفسه على التحليل ده بنقول ان هو حقق نجاحات كتير جدا واهداف كتير فكر فيها قبل كده، فالشخص ده ناجح. وطبعا هنا النجاح مش على الخط ده بس، لا في حاجات كتير بتدعم النجاح وهنقولها واحدة واحدة مع بعض، بس نكمل تحليل الوجه. كمان ان هنا عندنا الشخص ده شديد التركيز. يعني ايه شديد التركيز؟ يعني مفيش حاجه بتعدي عليه مرور الكرام، اللي هو كل حاجه عايز يعرف عنها حاجه، لان هنا عندنا الانف دي فيها شويه فضول وعنده في برضو شويه شك، فاذا توافق الشك والفضول مع بعض فبيعمل لينا شخصيه تحليليه، وده بنعرفه من الجفن المرتخي اللي فوق. تمام كده؟ فاحنا هنقول ان هو شخصية فضولية، وكمان هنا الجبهة بتدعم معانا ان هو شخصية فضولية، لان هو شخص بيفكر كتير، شخص بيعمل ابحاث كتير، ربما بيقرأ كتير، بيكتب كتير، بيعمل ابحاث عن حاجة معينة كتير، فهنا شخصية مفكرة متجددة متغيرة. يعني ايه متجددة ومتغيرة؟ يعني الافكار اللي عنده بيجدد فيها يوم ورا يوم، بيغير افكاره. ممكن مثلا الحاجة دي مش نافعة فاحنا ممكن نغيرها ونجيبها بالشكل ده، لكن تمام ناخد بالنا من لكن هو عنده قيود، مش قادر يعمل في خطوات كتير في حياته لكن هو مش قادر يعملها. ربما بقى من ايه؟ من هو بيدعم نفسه بشكل مستمر، لكن في حاجة زي حاجز كده في حياته، ربما في حاجة في الأسرة، ربما في حاجة في العمل، حاجة زي كده مش قادر يغير من حياته بشكل كامل، لكن هو بيغير. اما في الافكار والحاجات اللي هو بيعملها مثلا كمثلا افكار جديدة حاجات جديدة، فهو هنا مفكر جيد جدا من استطالة الجبهة دي، فبقول لنا ان هو عنده معلومات كتير جدا بيقدر يستغل المعلومات دي. بيقدر يستغلها. طيب لو جينا نتكلم عليه ان هو شخص صادق ولا مجرد يوتيوبر بيشتغل على اليوتيوب عايز فلوس وخلاص؟ هو كده كده اي واحد على اليوتيوب عايز فلوس، فموضوع الفلوس ده فدي حاجة منهية خالص، لان احنا بنشتغل كلنا على اليوتيوب علشان احنا مستنيين مقابل. لكن في واحد بيقدم محتوى ممكن نقول تافه ملوش قيمة وبيكسب اكتر مني ومنه. ليه؟ لان هنا في ناس تافهه كتير وعايزه تعيش مع التافهين، فبيروح بقى على منصات التيك توك. فهنا دايما هو حاسس بانه عنده احتياج للمال. يعني ايه؟ يعني الشغل اللي هو بيعمله ده المقابل المادي اللي بياخده مش مكفيه، فدايما ان هو عمال يغير في افكاره ويجدد في افكاره علشان ان هو ينجح. طيب هل ان هو بينجح بسهولة؟ هو اي حاجة بفكر فيها بينجح، لكن بياخد وقت بسبب بطئه في التفكير. تمام؟ فبياخد وقت.
هنا كده هو شخص لو قرر دلوقتي ونفذ دلوقتي هينجح دلوقتي. ليه؟ لان هنا المكان ده بيدعم الناس دي، بيخليهم ينجحوا بسرعة غير عادية، فدي قدرات عنده ربما هو مش عارفها. طيب حتى لو هو عارفها فهو ملتزم هنا بالايه؟ بالاحترام، يحترم نفسه ويحترم اخرين. فهنا لو قسمنا الوش خط من هنا وخط من هنا، فهنا الاشخاص اللي المنطقة دي اقصر حاجة عندهم بيبقوا ما بيحققوش نجاح بسرعة. ليه؟ لانهم هنا عندهم حاجات كده زي قوانين اللي احنا قلنا عليها من شوية، انهم ملتزم بقوانين معينة ما بيقدرش يتخطاها. يعني ايه؟ يعني قبل ما يعمل اي حاجة بفكر يحترم نفسه الاول ويحترم الاخرين. يعني ايه؟ يعني مش ده الشخص اللي ممكن يجي في يوم من الايام يقدم محتوى تافه او محتوى ليس له قيمة على اليوتيوب. هو احنا عايزين ارباح من اليوتيوب، فاللي زينا بتوع قنوات التعليم ما بياخدوش الارباح المرضية، اللي هو مثلا الاشخاص التافهين بياخدوا للاسف بياخدوا ارباح كتير، ملايين المشاهدات والحاجات دي هي اللي تدعم ان الواحد يكسب فلوس. لذلك هنلاقي اصحاب القنوات اللي معاهم فلوس كتير ومعاهم مشاهدات كتير بنلاقي عيونهم جاهزة لبره، يعني اصلا هم مش مركزين بيعملوا ايه. فهنا نقول الشخص ده شديد التركيز، بيلاحظ كويس، بيحترم نفسه، بيحترم الاخرين، فهنا الشخص ده يصنف محترم صادق، لان المكان ده قصير فده بيدل على ان هو صادق. كمان عندنا هنا صادق في المشاعر وفي القول والكلام ده كله، والصدق في المشاعر بنعرفه من الشعر الخفيف اللي في نهاية الحاجب هنا، والصدق في الكلام بنعرفه من الخطوط اللي في الجبهة. ونجيب لكم صورة تانية فيها تعبيرات اكتر، هنا هنلاقي فيه خطوط كتير. فهنا الشخص ده عنده صدق في المعلومات اللي هو بيقدمها على اليوتيوب، يعني ما بيضللش. يعني لان احنا نعرف على طول ان اصحاب الجفن المرتخي ده ربما ان هم ممكن يضللوا، لكن هنا اذا اتفق معانا الجفن المرتخي مع منتصف الوجه اللي هي المنطقة الوسطى في الوجه قصيرة، فالشخص ده ما بيعرفش يضلل حد. لان هنا الاشخاص المتطورين يا جماعة اصحاب الجبهات الكبيرة دول مهما يجيبوا فلوس هم بيجيبوها ويستثمروها وبيطوروا من نفسهم، عايزين يعيشوا عيشة افضل، عايزين ترفيه اكتر. الانف العريضة ممكن نحددها في الوقت ده، الفتحة دي مفتوحة كده، فالشخص ده بيصرف كويس. فهنا الشخص ده كده ان هو نقول عليه بيستمتع بوقته كامل. طيب هنا بقى الاستمتاع بتاعه مش اللي هو اطلع اكل في فندق كذا واسافر اقعد في باريس يومين والكلام ده، لا، هو هنا بيستمتع بوقته اكتر لما يكون لوحده، لان عندنا الجبهة هنا واسعة وكبيرة، فالناس دي بتحب العزلة شوية. كمان هنا الاذن هنا طالعة شوية، فهنا هو ما عندوش مشكلة من ان هو يجيب فلوس، لكن الطريقة نفسها هو عايز طريقة مشروعة، مش عايز اي طريقة يمشي فيها كده ان هو يجيب فلوس وخلاص، لا، هو عايز طرق مشروعة، لان الناس اللي انفهم قصيرة دايما يدوروا على الطرق المشروعة، لذلك بيتأخروا في النجاح. فهنا لو الانف ده طويل اكتر من كده شوية مع المنطقة الجانبية دي، فالشخص ده كان هيحقق نجاحات مذهلة جدا جدا جدا، لان عندنا هنا الناس دي بتنجح بسرعة، الناس اللي هنا بتنجح بسرعة، بس لازم ان هي ما تكونش مرتبطة بقى بالقوانين والاعراف والاجتماعيات والحاجات دي. فهنا هو مركز او بيعمل ايه ومركز رايح فين وجاي منين. هنا في الصورة دي ربما ان هو انتقادي شوية، لكنه مش انتقادي في كل حاجة، زي ما قلنا ان هنا الشخص ده مش هيبقى انتقادي لان هو شخص اساسا بيتعامل مع الناس كويس. فهو هنا انتقادي ممكن ربما في جانب واحد والجانب الشخصي تحديدا. ونيجي هنا نتكلم شوية عن خريطة الرحلة. هو يوم ما قابله معاناه في السن مثلا، في خط هنا مش واضح قوي اللي هو بتاع سن 20، فبدأ من بعد 22 سنة تقريبا ده بدأت طريقه يبقى فيه بعض المعاناة، ربما في بعض المشاكل، ربما في بعض الظروف مرت بيها، لكن ما كانتش اللي هي قوية للدرجة لكنها مأثرة. لكن هنا بقى اللي أثر أكتر وأكتر في سن 24-25، ده بقى العمر ده اللي حرفيا هو كان بيعاني من مشاكل كتير جدا بتقابله. هنا بقى بعض المعاناة بقى في اللي هو الحياة اللي بعد 25، اللي هو 26 و27 برضو كان في بعض المشاكل، لكن مش كانت قد كده وما تعلمش منها كتير.
كمان ان احنا ممكن نقول ان هو عنده القدرة على توصيل المعلومة. هنا كده الشفايف دي اللي فوق عنده القدرة على توصيل المعلومة، كمان هنا الجفن ده بيدينا برضو ان هو يقدر يوصل المعلومة بسرعة. كمان هنا من شكل الوجه احنا نقول ان الوجه هنا مربع اكتر حاجة، فهنا لما تيجي تقول له تقدر تعمل كذا هيقول لك اه اقدر، تمام؟ فما فيش حاجة بيبقى لان هو شخصية عندها قدوم على المخاطر، يعني عادي جدا ان هو تقول له تقدر تعمل كذا 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 يقول لك اه اقدر، تقدر تطلع الجبل ده النهاردة اه اقدر، فهو هنا ايه بيقدر يعمل كل حاجة، لكن ما بيعترفش ان هو مش هيقدر يعملها الا اذا جربها، لان هو لازم يجرب الاول بعد كده يبقى يقول اه اعترف بالفشل او لا بعد المحاولة، لان هو من الاشخاص اللي بيحبوا المغامرات، فمش مش سهل جدا ان هو يقول لك ايه ما اعرفش، لا هو يقول لك اعرف ومش هيقول لك ما اعرفش الا اذا قدم حاجة وبعد ما قدمها يقول لك ايه صدق كانت صعبة، فهو هنا ما يعترفش بصعوبة الموقف الا اذا جربه. كمان شخصية صبورة طويلة البال، عنده صبر قوي جدا، ده بنعرفه من الجبهة الكبيرة ومن الانف، هنا الفتحات الانف برضه كبيرة، فهنا الشخص ده عنده ان هو يعني هو بيفضل ان هو يشتغل في الحاجات اللي هي بتاخد وقت، لان هو شخصية بتفكر على مهلها، فهو عادي يعني يدي وقته الوقت الكافي، علشان مثلا لو جه ياخد قرار فما بيعرفش ياخد قرار دلوقتي، فهو بيفكر وفكر وفكر وفكر، بعد ما ياخد القرار يبقى يشوف هل انفذ او منفذش، فهو ايه فهو شخص صبور وشخص طويل البال وشخص بطيء في اتخاذ القرارات. كمان ان هنا الشخص ده يوفي بالوعود بسبب انخفاض المكان ده، في صورة تانية هنا وهو في الشمس ففي خط هنا، فالشخص اللي عنده الخط ده بيوفي بالوعود. كمان ان الشخص ده يساعد الاخرين لكن ما بحبش حد يساعده، وده بنستغلها فرصة طبعا ان هو يتكلم على قناتنا عنده ان شاء الله. فهنا كمان في بقى جزء تاني المفروض هو من الخطوط الحمراء اللي احنا متكلمش فيها، بس هنقول لمحة بسيطة عنه ان هو عنده بعض المشاكل العاطفية، اللي هو زي احتاج عاطفي في الجانب العملي، مش محتاج اي حاجة ومش محتاج اي دعم خالص، ان هو من الاشخاص اللي بتاخد وقت كبير جدا على تنفيذ قراراتها. كمان هنا في الشغل بتاعه بطيء، يعني ربما ان هو انطلب منه مثلا، انا شفت عنده قناة بيعمل تحف وحاجات من دي، ربما لو انا طلبت منه ان هو يعمل لي حاجة مثلا يعمل لي تحفة او نجفة او تمثال او اي شكل انا عايزه، هو هنا بقى ايه هو هنا من النوع اللي دايما عايز يطلع الحاجة على افضل مستوى على افضل شكل، مش موضوع بقى ان هو ايه ان انا اه انا خدت حسابي واعمل له المنتج وادهوله، لا هو دايما عمال يقول لنفسه ان كان ممكن الجزء اللي هو بيشتغله ده ممكن كان يطلع احلى من كده، مع انه هو حلو والجودة كويسة، لان الشخص ده لازم يطلع حاجة جودة فوق الممتازة، لكنه دايما بعد ما بيخلص يعتقد ان هو كان في حاجة لازم تتعمل اكتر علشان تدي شغل اكتر، فهنا بيحصل عنده بسبب التأخير ده وبسبب ان هو دايما يفكر ان شغله مش مظبوط، مع ان الشغل عنده دقيق بالملي، فالاشخاص دي بالملي، وده بنعرفه من ارتفاع الحواجب من هنا، يعني لو جينا خدنا خط من هنا هنلاقي الاذن نازلة لتحت، فالشخص ده دايما بيدور على المثالية، المثالية قبل اي حاجة، فهنا لو خدنا خط برضو من هنا هنلاقي الاذن نازلة لتحت، فالشخص ده سبب ان هو مش قادر ينجح بالشكل اللي هو عايزه سببه ايه؟ سببه المثالية، وان المفروض ان احنا نعمل حاجة اعلى من كده، والمفروض ان احنا نعمل حاجة افضل من كده، دايما هو بفكر في كده، لكن انا بقولك يا باشمهندس توفيق اللي انت بتعمله لازم ان انت تكون مقتنع ان هو افضل حاجة، لان انت بتطلع حاجة مش موجودة عند حد عملها قبل كده، يعني انت بتعمل حاجة فتأكد وكن واثق جدا من نفسك علشان ينجز بقى الوقت معاك وتقدر تعمل حاجات اسرع من كده، فانت هنا الحاجة اللي انت بتعملها انت بتعملها بدقة فائقة جدا جدا جدا، يعني ايه يعني مش دايما تفكر في ان المفروض كانت تطلع كذا، المفروض لا كانت تعمل كذا، المفروض مش عارف كذا. وده كان جزء بسيط جدا عن تحليل شخصية المهندس توفيق صاحب قناة الريشة اللي هو بيعلم فيها
ازاي تفتح قناة على اليوتيوب. فاللي حابب يشترك في القناة هناك بسيب لكم الرابط في صندوق الوصف في اول تعليق. واللي وصل معانا للنهاية وعجبته الحلقة يشترك في القناة لو هو مش مشترك، وما تنسوش تعملوا لنا لايك. سلام.